السلام عليكم. ممر شحن أقل تكلفة ب30% من قناة السويس. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن مساعد الشؤون للسكك الحديدية لشركة بناء وتنمية البنى التحتية في إيران عباس خطيبي أن الدراسة تشير إلى أن زمن وتكلفة عبور ممر الشمال جنوب أقل بحوالي 30% من قناة السويس، وأوضح أن دراسة منطقة التنمية الاقتصادية تشير أن زمن وتكلفة عبور الممر الشمالي جنوب للدولة الواقعة على طول هذه الممر للدول الواقعة على طول هذا الممر أقل بحوالي 30% من قناة السويس. ووفقا لتقرير وزارة الطريق والتنمية الحضارية، صرح مساعد الشؤون للسكك الحديدية لشركة بناء وتنمية البنية التحتية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس خطيبي أنه بالإضافة إلى الأهداف والفوائد الاقتصادية، فإن إنشاء خط سكك حديد رشت أسترا له مصالح استراتيجية وطنية على مستوى العلاقة الدولية وتسهيل التبادلات والمعاملات والتضامن بين الدول، تعزيزا للأمن وتآزرا وسلسلة من القيم الداخلية وتنمية المناطق الحدودية. واستطرد خطيب معتبرا خط سكك حديد رشت أسترا مشروعا استراتيجيا ووطنيا ودوليا، موضحا بأن هذا الخط هو أحد مشاريع السكك الحديدية المهمة على مستوى الوطني والدولي باعتباره استكمالا لممر الشمال الجنوب، كما أن تشغيله يعد تحولا وتطورا للبلاد والمنطقة. وفي إشارة إلى تركيز خط سكك حديد رشت أسترا على الحركة الدولية للبضائع والركاب، اعتبر خطيب بأن الخطط لها أهمية كبيرة في مجال النقل الدولي، مهمة أيضا من حيث المصالح الاستراتيجية الوطنية والعلاقات الدولية وتسهيل التبادل والتضامن بين الدول. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.